قال أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج إن صناعة الغزل والنسيج صناعة عريقة أهدر حقها منذ أكثر من 30 سنة، موضحا أن الآلات القديمة بالمصانع كانت تنتج منتجات معيبة، وبالتالي تم وضع خطة من مكتب استشاري دولي تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأضاف أحمد مصطفى أن خطة تطوير منظومة الغزل والنسيج تصل ل 21 مليار جنيه قابلة للزيادة، وجاري إعداد برنامج الشحن في نهاية عام 2020. أوضح رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج أن مراكز التدريب على الخطة الجديدة تضم المحلة الكبرى حلوان كفر الدوار وجاري العمل فيها وتحديث المباني وإعادة هيكلتها، لافتا إلى أن الدولة خصصت 700 مليون جنيه للتدريب فقط على المنظومة الجديدة واستخدام الآلات المستحدثة. ولفت رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج إلى أن العمالة الجديدة يتم اختيارها من قبل مركز استشاري متخصص في الموارد البشرية لاختبار 54 ألف عامل، ويضم التدريب على استخدام الآلات حسب التخصصات.